هذا حديث غريب عجيب، صححه السيوطي وحسنه المنذري والألباني رحمة الله على علماء الأمة. تأملوا هذا الحديث، هذه أم هانة صحابية جليلة كبيرة السن، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قالت يا رسول الله ضعف بدني وكبر سني فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. انظر إلى هم الصحابة، ليس همهم الدنيا، مرني بعمل أعمله وأنا جالسة حتى أتقرب إلى الله جل جلاله. اسمعوا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة كبيرة السن، فقال يا أم هانة سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة متقلدة، وهللي 100 تهليلة. قال ابن خلف روي الحديث تملأ ما بين السماء والأرض. حديث حسن، ما هذه الأجور؟ والله إن العقل يحار فيها يا أخي. وأنت في قيادة سيارتك عند الإشارة حتى تفتح لك الإشارة بإمكانك أن تسبح 100 تسبيحة، بإمكانك أن تكبر 100 تكبيرة، وأنت خارج من المسجد إلى بيتك بإمكانك أن تكبر 100 تكبيرة وتسبح 100 تسبيحة، وأنت خارج إلى السوق ذاهب إلى مكان معين بإمكانك أن تسبح وأن تحمد وأن تكبر 100 تسبيحة.